ايه ده؟ الكمين ده جديد مش وقته خالص. مساء الخير. مساء الفل يا باشا. بطل العربية دي. بكم وزو كان في عز الصيف؟ انت عارف يا باشا بقى التكييف وكده. التكييف. انزل. شوف يا ابني العربية ام تكييف دي. افتح لي الشنطة. اعمل فيكوا ايه اكتر من البلا اللي انتوا فيه ده؟ امشوا من هنا ولو شفت حد فيكوا هنا تاني هحبسه. يعني نمشي يا باشا؟ يلا. طب وليه؟ لا ولا حاجة. ليلة غامة غامة. بقول لك ايه يا سلمى؟ عايزه اطلب منك طلب بس ما تكسفينيش. اكسفك ازاي يا طنط؟ عايزه اعرفك بابن واحده صاحبتي. اشمعنى؟ يعني بيدور على العروسه. عروسه؟ حضرتك جايبه لي عريس؟ جايبه لك عريس. ما اجيبلكيش ليه؟ ده كريم جاي اهو. هاي كريم. ازيك يا سلمى؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. يلا تعالى اقعد معانا شويه. لا 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 سيبيه يروح يخلص مذاكرته. يلا. من اول الشهر الدرس هيبقى مرتين في الاسبوع عشان نلحق الامتحانات بقى. حاضر يا حبيبي هعمل حسابي. ايه هتقابليه امتى؟ هو مين؟ وبعدين معاكي بقى طنط علشان خاطري بلاش الموضوع ده. لا مفيش حاجه اسمها بلاش. هتقابليه. يعني ما كانش عاجبك ان الامهات شغالين خطبه وجايبين لك عريس؟ انا بقى الخطبه بتاعتي حماتي شخصيا. على فكره هي ما بقتش حماتك، انت اتطلقتي. انت نسيتي ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس يعني هي في الاخر ام طارق. وبعدين فكره انها تجيب لي عريس دي مش مفهومه خالص. مش مفهومه ليه يا بنتي؟ عادي الست خايفه عليكي كانك بنتها. مش عارفه يمكن كتر خيرها والله. المهم هتقابليه امتى؟ اقابله ايه يا مريم؟ ده انا خدت الخبر من هنا نزل عليا سهمان. ومين قال ان احنا كبرنا ودي اخر فرصه بالنسبه لنا؟ ولو ما لحقناهاش هنقضي بقيه حياتنا لوحدنا. على فكره انا ما قلتش ان احنا كبرنا، لان احنا اصلا ما بنكبرش. طيب قلتي ايه؟ ما بقيناش صغيرين. مش فارقه يعني واحد. المهم انجزي. ما تنجزي انت الاول. ما انا انجزت، عملت اللي عليا، اعمل ايه اكتر من كده؟ قبلي تاني. ما فعلا بفكر بجد. مش عايزه اكمل بقيه حياتي لوحدي. فرفورة حبيبتي. ياسمين انا اسف جدا اني خبيت عليك الحقيقه. انا كمان اسفه يا حاتم. كان نفسي اقدر اتعامل مع فكره ان انت كنت مجنون بس مش هقدر. خد بالك من نفسك. بابي هيبعت حد بالليل ياخد الشنط. باي باي.
تشوف مين؟ ده بابي. مساء الخير. مساء النور. انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا لسه، بس كانت هتنام. وحشتني فريده، كنت عايز العب معاها شويه. طب العب معاها شويه بس ما تصحصحهاش. ماشي ماشي. عايزة زرافة؟ طيب هحاول تنيمه. ماشي. أنا هعمل لك حاجة تشرب. ماشي. هاتي. ازيك يا فريدة؟ عاملة إيه يا فريدة؟ ازيك يا فريدة؟ قولي بقى، حصل ايه مع فريده من ساعه ما شفتها اخر مره؟ دي جنين؟ كأني عملت حاجة غلط، مش عارفة أساساً أقوله ولا ما أقولوش. عامل الاتنين إزاي يعني؟ إيه شغل المجانين ده؟ بقولك إيه، أنا ماليش في شغل النسوان. أنا هقوله وخلاص، هقوله وخلاص يا سلمى، اللي يحصل يحصل بقى. ولا أقولك لأ، مش هقوله حاجة، مش وقته دلوقتي، هبقى أقوله المرة الجاية. هتعامل عادي كأني مفيش حاجة. طب خلاص اقفلي اقفلي، هكلمك بعدين. حاتم. أنا جالي عريس. نعم؟ جالي عريس. جالك منين؟ من حضانة فريدة. مدرس؟ لسه بفكر. ياسمين عاملة ايه؟ الحمد لله. سلمى غلاوتها من غلاوة ولادي. دي البنت اللي طلعت بيها من الدنيا، ولو ما كنتوش انتوا الاتنين تربيتي ما كنتش قعدتكم القعده دي ابدا. عشان انا تربيتي كطنط جيت جري، مع انك عارفاني كويس انا ماليش في جو الصالونات ده يعني. ولا سلمى ليها. الصراحه دي اول مره في حياتي اقعد قعده زي دي، وعمري ما تخيلت اني ممكن هقعدها يعني. موقف محرج قوي. انا عارف ان الموقف محرج حبتين، يعني طنط جايبه عريس لطليقه ابنها لا 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 لا، هي مش طليقه ابني،
طارق هو اللي طليق بنتي. على فكرة أنا كنت طول الوقت بدعي لها يا إما ربنا يهديه لها يا إما تخلص منه بالمعروف. المهم إحنا مش عايزين نضيع وقت، أنتوا مش صغيرين عشان نقضيها مقدمات ومجاملات وكلام من ده، إحنا هندخل دغري على طول. إيهاب راجل مسؤول وشاطر قوي في شغله، ملوش في الشرب ولا في أي حاجة من الحاجات دي، حتى السجاير ما بيدخنهاش. أرمل ونفسه يبقى أب. سلمى ست الستات، مطلقة ونفسها تبقى أم. أنا كده خلصت مهمتي، أسيبكوا بقى تصطفوا مع بعض. سلام. سلام يا طنط. يعني بصراحة طنط ديدي ما سابت لناش حاجة نقولها. طيب يعني مش عايزة تعرفي عني أي حاجة. بصراحة أنا مش عارفة المواقف دي بيتقال فيها إيه. بصراحة أنا حاسس إن في قبول، يعني